للعلم والوطن. تأخر كان في البداية لسير مجريات أحداث انتظرها العاشق لبعض من إصلاح أرضية الميدان، أرضية الميدان ذاتها التي حاول أبو شرارة أن يخطف ركلة جزاء تشعل نار المواجهة في لقطة كثر فيها القيل والقال. المواجهة التي بدأها الأزرق بموج من هجمات هلالية بحثت عن هدف أول يعبد الطريق لانتصار يعزز الإيجابي ويعطي دفعة معنوية هامة. اللعبة الأجمل، اللقطة الأحلى، الفرصة الحلوة. رغم شح الهجمات الحمراء الحقيقية إلا أن زملاء بيسمارك حاولوا بما فيهم في حصة أولى لم ترقى لقدر الحدث ولا لحجم الطموح، على أمل أن نشهد في شوط ثان ما يثري الخاطر نتيجة وأداء. الكرة فعلاً أوهو. تدخلات قوية سيطرت على أول مشاهد الثاني في استمرار لرحلة بحث عن أسعد الأخبار التي أتت بعكس التيار، فبعدما كان من محاولات للفنزويلي ريفاس أتى الرد من البرازيلي هذه المرة في لقطة الهدف الأول. عادت إلى بيسمارك وجول جول. روائع بيسمارك لا حدود لها. الهدف بطبيعة الحال فرض أريحية على بني قادس من سعوا بأسلحة إلتون وزميله أبو شرارة للبحث عن هدف عنوانه التعزيز وتوسيع الفارق أكثر مع حامل اللقب. أما المسرحي فكان بطل المسرحية التي كان مشاركها ريفاس ومختار في فرصة هدف أزرق محقق. دقائق أخيرة مجنونة شهدت ضغطا هلاليا عنوانه وأسلحته التسديد، ما احتسب الحكم ركلة جزاء وما سجل ريفاس، ورغم ما كان من طرد لياسين برناوي إلا أن الهلال لم يعرف طريق الشباك والتي حماها المسرحي بكل اقتدار. الكرة تتحول وجول جول خلت لا لم تدخل. إلتون أضاع انفرادية الهدف المحقق الثاني، والثواني الأخيرة لم تحمل ولا أي تفصيل إلا استمرارا للفرص الزرقاء المهدرة، فكانت النتيجة حسرة هلالية ورقصة وفرحة قدساوية. من هنا أيها الأحبة. معاذ خلوف، صدى الملاعب.